أنا الترشح تاعي في جاتني في أمور، أولا لأسباب كثيرة. أنا ما نكذبش عليك، أنا نشوف في معظم الأحزاب قاعد راهم يساندوا في العهدة الخامسة، تسمى ما كانش إنسان اللي صالح وحب يدير تغيير كيما البرلمان. أنا ثاني جاتني هكذاك، قلت أنا على ما نكونش في البرلمان، علاش يكونوا غير هادو الناس؟ علاش ما نكونش أنا نفرض روحي ونوصل الرسالة تاعي ونغير واش نستطيع؟